السلام عليكم. في البداية حابين نقول لحضراتكم انه ما يعرضه هذا المقال هو وفقا لوجهة نظر الكاتب، ولكن واجب علينا بما ان احنا اطلعنا على المقال ان احنا نطلعكم على ما به من معلومات. معلومات ممكن ما نسمعهاش غير مع عدد محدود من المصادر. عايز اقول لحضراتكم انه قبل ما اتحدث عن هذا المقال اللي بهذا العنوان بيقول لك فيه سيسي cannot ignore the Egyptian military's economic role forever. السيسي الرئيس لا يستطيع انه يتجاهل الدور الاقتصادي للجيش للابد. النهارده في تفاصيل المقال بيتحدث عن معلومات فيها يعني العلاقه ما بين الدوله كحكومه والجيش في الانسحاب من الاقتصاد. هل الجيش سيقبل الانسحاب من الاقتصاد ام سيظل كما هو؟ معلومات مهمه حول الكيانات الاقتصاديه التابعه للجيش المصري. لكن قبل ما أبدأ المعلومات حابب أطلع حضرتك على معلومة أخرى، وهي أن المؤسسة الإسلامية الدولية للتجارة أعطت مصر أو منحت مصر قرض بقيمة 1.5 مليار. هناك معلومات عن منح المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة ومقرها بالكويت، منح مصر 1.5 مليار دولار قرض. عشان كده وجدنا خلال الفترة الماضية مطالبات من بعض الكويتين ومن نائب كويتي بألا تعطي الكويت مصر أي أموال. ولكن عايز أرد عليك أو أنقل لك معلومات بينقلها رئيس المؤسسة بنفسه النهاردة. يعني الحديث اللي اتقال عن عدم قدرة مصر على سداد ديونها وعدم الاستطاعة على تلبية يعني قروض هذا الصندوق، ودعوات من الكويت نفسها ومن بعض الدول العربية، من المملكة العربية السعودية، من دول أخرى، من بعض الأشخاص. لا أتحدث عن كيانات الدولة لكن أتحدث عن الأشخاص، وطبعا أتحدث أيضا عن وزير المالية السعودي. لما بتخرج هذه الكيانات أو هذه الأشخاص وتتحدث عن عدم قدرة مصر على السداد، تعالوا نسمع رئيس المؤسسة الدولية للتجارة بنفسه، المؤسسة الدولية الإسلامية، بيقول إيه في هذا الفيديو. لغيتوا قروض على مصر؟ لا نهائيا. جميل، هذه واحدة. على مدى عمر الصندوق 60 سنة لم يتم إلقاء أي قرض. نكون واقعيين، ألقيت بعض الفوائد مش القرض مش الأصول، بعض الفوائد، وكانت لها حاجتها في وقتها عندما ألقى المغفور له الشيخ جابر الأحمد الله يرحمه وقند الجنة في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة خلال الاحتلال العراقي القاشم للكويت. قط الفوائد وأصل الدين رجع. كان يعني أنا ما كان كنت بالكويت. إذن جمهورية مصر العربية يجي على جمهورية مصر العربية. نو، جمهورية مصر العربية من أكثر الدول التزاما بسداد القروض. طبعا زي ما سمعت حضرتك الراجل بيتحدث عن التزام من مصر بأنها بتسد دايما ما عليها من ديون. لم تتأخر مصر غير سجلت مرة واحدة وطلبت تأجيل سداد فوائد أحد القروض في عهد الرئيس سادات أثناء حرب أكتوبر. المؤسسة الدولية دي بقى لها 60 سنة زي ما الراجل بيقولك، ولكن طول عمر مصر بتسدد ديونها مع هذه المؤسسة الدولية، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وخد بالك أنه غرض القرض هو غرض معين، سداد أو دفع يعني الفجوة الخاصة بأسعار الوقود. بنتكلم على 800 مليون دولار للمنتجات البترولية، وبنتكلم على حوالي 700 للسلع الغذائية، ففيها موجهة لسبل الدعم عشان تقدر الدولة تستمر في تقديم الدعم اللي بتقدمه. ولكن عايز اقول لحضراتكم الموضوع المهم تحدث فيه عن مقال بيخرج المقال من المجلة، مجلة فاينانشال تايمز، اللي بتصف في المقال ده الرئيس والتصديق على وثيقة ملكية الدولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بانه تضليل وانه مروغة. يعني بيقولك كده بالنص مس دايركشن من قبل الدولة في التصديق على وثيقة ملكية الدولة. ليه طيب التصديق على الوثيقة معناه ان انت بتعمل تخارج، القطاع الحكومي بيخرج والخصخصة والشركات الخاصة بتدخل، كأنك بالظبط بتعيد اللي حصل في 91 ولكن بشكل مختلف، النسخة هنا غير النسخة هناك. ولكن عايز اقول لحضرتك انه الدولة وعدت وفقا لاتفاقية او وثيقة ملكية الدولة. خد بالك انه المقال عبارة عن هجوم مستمر ومتواصل، وبيطلع صورة سلبية في منتهى الخطورة عن الدولة المصرية وعن الحكومة المصرية امام صندوق النقد الدولي. عايز بمعنى اصح يعري الدولة امام الصندوق ويقول للصندوق نصا الدولة دي لن تلتزم معك باتفاق، ووقعوا الاتفاق وعملوا الوثيقة
وثيقة ملكية الدولة فقط لأجل الحصول على القرض، لكن ما تضمنش منهم وعد ولن ينفذوا ما اتفقوا عليه. ده باختصار اللي عايز يقول المقال. تعال بقى ندخل في التفاصيل. المقال بيقول لك ان الدولة دي مصر وعدت بيه يعني الانسحاب واطلاق الدور للقطاع الخاص، لكن اللي بيحصل عكس الكلام تماما. القطاعات المفروض بيقول لك كده لازالت الدولة ترغب في الاحتفاظ باصولها، وفي الواقع لازالت او تزيد الدولة من تواجدها في القطاعات اللي بتمثل يعني او بتحصل على نصيب الاسد. القطاعات اللي بتحصل على نصيب الاسد في السوق الاستثمارية المصرية، طبعا بيقصدوا قطاع النقل وقطاع البنية التحتية او قطاع الاسكان والمعمار. بيقول لك كده ان الدولة يعني envisages retaining، يعني الدولة نفسها بتفكر وبتخطط نحو الاحتفاظ باصولها. اصولها يعني الدولة مش عايزة تبيع حاجة، ولكن هتلتوي على القرار، هتفكر في آلية تخدع بيها صندوق النقد الدولي. شايف حضرتك؟ بيقول المقال انه لو نفذت الدولة وعودها فهتصل لنتائج ايجابية افضل بكتير من النتائج اللي حصلت في سنة 91 والخصخصة اللي حصلت، وهتصل لنتائج محورية قريبة من اللي حصل ولكن بالعكس مع قرارات الستينات والتأميم من قبل الدولة. النهاردة بيكلمك على انه الدولة لما عملت الوثيقة، وثيقة ملكية الدولة، ذكر المقال عدد الكيانات الاقتصادية اللي هتتخارج منها الدولة كليا وفقا للوثيقة، واللي هتتخارج منها جزئيا. بالنص عشان يكون شايف الرقم امامي، بتحدث عن 79 قطاع اقتصادي خروج كلي من الدولة، وحوالي 45 قطاع او كيان اقتصادي اخر خروج جزئي، ده في خلال 3 سنين. النهاردة مش بس كده، زيادة حصة القطاع الخاص من الاستثمارات العامة من 30% ل 65%. ده اللي المفروض الدولة قايلاه لصندوق النقد الدولي وفقا لوثيقة ملكية الدولة، اللي المجلة بتقول الوثيقة اتعملت عشان تسهل الحصول على القرض. لكن ما علينا، انا قلت لك انا بنقل لك وجهة نظر المجلة، واحنا بنناقش الموضوع وبنحاول نفهم مع بعض التفاصيل. كمان عايز اقول لحضرتك انهم في المقال بيتحدثوا على ان هناك مشاورات مغلقة، اجتماعات مغلقة ظلت واستمرت 3 شهور ما بين مسؤولين حكوميين واعضاء في مجلس النواب المصري وايضا رجال اعمال رواد في القطاع الخاص المصري علشان يصلوا لآلية التوافق بشأن وثيقة ملكية الدولة. ولكن المشكلة اللي بيتحدث عنها المقال انه التغييرات المزمعة وعملية التحول من القطاع الحكومي للقطاع الخاص بالمشاركة المفروض ان ده هتمثل تهديدات لقوى وكيانات اقتصادية ومراكز قوى موجودة في الدولة. ده بيقول لك كمان ان الدولة الحكومة والرئيس لم يستعدوا بعد على ما يبدو لمواجهة البوش باك او التعطيل او التصدي من قبل هذه الكيانات للتحول نحو القطاع الخاص، يعني بيع الشركات والاصول المملوكة للدولة ومن بينها شركات الجيش للقطاع الخاص. يعني بيقصد هنا ان هناك هيكون في بوش باك او تعطيل او مواجهة من قبل الجيش لهذه القرارات اللي ممكن تعمل خصخصة لشركاته وكياناته. طبعا انا بالنسبة لي يعني في جزء كبير من الكلام ده لا اؤمن بيه ولا اوافق عليه، ولكن انا بنقلك المعلومة عشان تكون عارف المقالات الغربية بتنقل عنك ايه، وده التصور اللي بتنقل ليك للاعلام الغربي لما بينقلوا المعلومة دي. ما المجلة مجلة كبيرة، انا ما بتكلمش على مجلة صغيرة، دي مجلة كبيرة بيشوفها ملايين القراء، فلما ينقلوا معلومات زي دي بتنقل وبتعطي صورة للغرب وللكيانات الدولية والكيانات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم. ولكن ما بين صندوق النقد والحكومة المصرية هناك يعني اشياء غير معلنة، ولكن اقرب شيء معلن هو انه مصر ستحصل على الدفعة الثانية من القرض قريبا يوم 15 مارس القادم، هتحصل على 347 مليون دولار دفعة تانية من القرض. عايز اقول لك بقى ان المقال بيتحدث على انه في مواجهة، يعني في كيانات في مراكز قوى مش عايزة التحول ده يحصل، مش عايزة الدولة تتحول من الحكومة ومن كيانات الدولة للكيانات الخاصة، من الحكومة لكيانات منشأة حديثا ولكنها مرتبطة بالحكومة، زي مثلا عندك صندوق السيادة. فبيقول لك النهاردة انت حولت الاصول و الشركات لهذا الصندوق، المفروض انك تطرحهم بشكل مباشر في البورصة بدون انك تحولهم تبع هذا الكيان. فبيقول لك هنا انه في تناقض ما بين الوعد والحقيقة،
الحقيقة بتقول إن الجيش بيتوسع، وإنه نشاطه الاقتصادي عمال يزيد، وإنه حتى بيشتري خدمات، بيشتري بضائع، بيتعامل في الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات زي المنافس اللي حضراتكم عارفينها والكيانات التجارية التابعة للدولة. ولكن أقول لحضرتك النهاردة، أنت كمواطن مثلا لولا هذه الكيانات النهاردة، يعني مثلا لما تروح منفذ تابع للدولة وتشتري منه منتج بخصم 30% النهاردة، لو ترك الأمر ليه في أزمة حالية في وضع زي ده، لو ترك الأمر للقطاع الخاص كله، هل الدولة أو هل المواطن هيقدر يتحمل مدى صعوبة الوضع الاقتصادي في هذا الظرف ولا لا؟ لكن عايز أقول لحضرتك أنه هذه الكيانات هي الدولة وعدت بأنها تخلق نفس الإطار التشريعي القانوني، نفس البيئة للشركة دي زي الشركة دي، مفيش تمييز، لأنه ده بصراحة مفيش مستثمر هيقدر يجي عندك ويستثمر في عدم وجود تنافسية أو في احتكار من شركة حكومية لشيء وهي عندها أدفانتج أو ميزة في هذا الشيء غير موجودة وغير مؤهل أنه القطاع الخاص يحصل عليها. وبالتالي الموضوع كان صعب جدا برضو. فخلينا نقول لحضرتك انه ده الوعود او دي الوعود اللي وعدتها مصر لصندوق النقد الدولي. تشكك الفاينانشال تايمز وكاتب المقال في جدية هذه الوعود وفي مدى مصداقية مصر مع هذه الوعود. وعايز اقول لحضرتك انها بتتحدث عن الصدام. صدام النهاردة بيدعو الرئيس او بيشوفوا ان الرئيس يتجنب هذا الصدام. تتجنب الحكومة هذا الصدام. وتتحمل هي العبء مع المواطن. لكن يبعدوا الصدام عن القوات المسلحة. ولكن هو بيقول لك كده في النهاية لن يستطيع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يؤجل المواجهة معهم حتى الأبد. حضرتك شفت الموضوع، أنا بناقش الموضوع أمامك، بناقش أفكار الناس بتتكلم إزاي، وأنت كمواطن بتحكم بنظرتك وبتعرف إيه اللي ليك وإيه اللي عليك. لكن اللي أنا بقول لحضرتك ببساطة إن هناك معلومات بتكون شوية مش واصلة بشكل كامل، أو شوية فيها نوع من الظن أو سوء الظن بالشيء. أنت عندك واقع وعندك وعود مستقبلية، الواقع بيقول شيء والوعود المستقبلية بتقول شيء، ولكن أنت ما انتظرتش تشوف النتائج القادمة، لأن أنت بتتحدث عن 3 سنين. ما بين مصر والمقال ده هنشوف السنين القادمة، وما بين مصر وصندوق النقد الدولي، لأن أنا بقول لحضرتك ببساطة وعرضنا ده لحضرتك قبل كده، هناك رقابة وتقارير يطلع عليها صندوق النقد الدولي على الكيانات الاقتصادية المصرية من وزارة المالية. تقرير كل 6 شهور تقريبا بيطلع عليه الصندوق عشان يشوف النشاطات المالية، سواء نشاطات شركات مصر، شركات الحكومية، او الكيانات اللي هي الموازية او الكيانات الشبه حكومية. فده النهاردة المفروض انه كل شيء مكشوف بالنسبة للصندوق، وكل شيء هيحصل خلال الفترة القادمة كلنا هنطلع عليه. في النهاية بشكر حضراتكم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.